امور بسيطه. مبسوط يا سلطان؟ جدا، لاني انا ما جيت على درب الغلط، انا الشيء اقول الشيء الصحيح. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. تسلم. ننتقل للمرحله الثانيه، هي مرحله اللغز. اسلم. في لغز موجود عندكم في المكان، حل هذا اللغز راح ينقلكم للمرحله الثالثه. ابحثوا عن اللغز بالدقه. لا تعب تعلمني، لا تعب تعلمني يا رجال، انت بتدور العجه خلاص. لا تعب تعلمني، قول اذا ما عينت قول ما عينت. عينت انت؟ ما عينت. طيب ما عينت؟ لا، اكبر منك بيوم، اعلم منك بسنه. تفضل. رتب الحروف لإيجاد كلمة مناسبة. حاء ميم نون ألف جيم صاد هاء داء ساء. حماة، حمادة. رتب يعني تاخ. حمادة صاجة. صاجة صجرة في راسك. دجا، دجاجة. دجا حاء حمناج صهدس. حصانة، حصانة، حصانة. تروح تعود على الحصانة. مكتوب حصانة، شو اللي تروح تعود؟ تتحسس حصانة. عين خير. كم وصلنا يا ابو؟ الجواب صحيح ولا مو بصحيح؟ انا اقول افتح يا رجال. حصان طيب اكتبها يلا. وين؟ ح ص ن الف ت حصانه. طيب حرف السين ودي؟ حرف السين انا ذا. ح ص حصانه. ص مو بسين الله يرحم والديك. طيب السين ايش فايدته هنا؟ لا تمغثني يا ولد الله يرحم والديك. حصانه خلنا نخلص. انا يلا صابرين عليك وعد هنيه تجي تشرب يدك وانا جالس. اما حركات الورعنه ذي امنعني منها. انت رجال انت تبي تطلع على ماري شو؟ لا بدري عليك، والله انا بدري على شارك ولا هو بيمديك. همك انت انسان ولد، انسانك انت مو ذي منك يا رجال. عيني دقيقه طش راسي دقيقه. اصعب بس دقيقه ولد. دخل علي انا وش قايل لك؟ بكني شرك. انا وش قايل لك؟ ولد بكني شرك. طيب انا ما قلت لك شيء يا ولد. بكني شرك الله يرحم والديك. ولد انا وش اللي قايل لك؟ طيب يا ولد لا تنبخ، يا ولد لا تنبخ. خلني طيب انا وش غلطت عليك؟ لا تنبخ انت لي. اسمع اسمع لا تقول. اسمع لا تنبخ. دقيقه لا تنبخ. ما انا لا تنبخ. انا ولد خلني افتح. تركي خلني افتح الباب. ولد عليك هي اللي هي برعنة. ولد انا وش غلطت عليك فيه؟ يا ولد يا ابن الاجواد واسع. ولد انت من جد حرام بالله لا تمد يدك. ولد هي ولد الله يرحم والديك. ولد انت خليني اشلك. بدري عليك والله ما يمديك لا تسوي شيء. تبي تطلع شو؟ بدري عليك.
الورع انا ذي والله انا وشني مغلط عليك فيه خلاص بس يا المتصنع يا اللي تحاول تتصنع يا ولد يا ولد ما يا ولد يا ولد يا رجال عين خير طارقني بس يا ولد عين خير دقيقه يا ولد خليني افتح الباب خليني افتح الباب انا شو اللي قايل انا شو اللي مغلط عليه فيه انت وش شفت مني غلط له يا ولد لا تنبخ سلطان لا تنبخ عين خير اخرج دقيقه انا شو مغلط عليه سلطان اجلس تركي اجلس يا ولد خليني افتح على هوش نابخ يا ولد على هوش لا يجلس عندك اشتغلت لا يفارد افتح الباب خليني فارد يا ابن الاجواء ما تدخل توكي سلطان اجلس عبد الله ما تدخل خلص سلطان اجلس يا شباب الموجودين تركي وسلطان طلعوا الورقة الآن وروا الورقة ايش مكتوب فيها ورونا وروا اخوياكم وروا الجمهور ناس شاركت بالجمل الآتية لا ورني اللي تحت خلي الجمهور يشوف يا اخي اقسم بالله يا رجل يا رجل كنت بنت وياك مناحي الآن المرحلة الرابعة لحظة المرحلة الرابعة تعرف إيش هي ولا لا؟ لازم جميع المتسابقين يتجمعون عند الباب عشان لا يقعدون للساعة 6 هذا وجه ما قعدت للساعة 6 لا تكفى تكفى يا ناحي تكفى يا ناحي أفكك شر البول يا وي حيرة على البخار يا وي حيرة على البخار سيف مستحق هذا بخاك سنين هذا